أعطيك العافية معالي الوزير، شكرا جزيلا على قبول دعوة الإخبارية من أمام جبل الرحمة. نبارك لكم النجاحات التي سبقت، وإن شاء الله بنبارك لكم على اللاحقة. كيف استعديتم؟ إيش قدمتم؟ ماذا وجدت خلال جولتك مع الوزير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الوضع الصحي مطمئن ولله الحمد في حج هذا العام، كذلك هناك سلات كبيرة لضمان سلام الحجاج كما هو معتاد في كل عام. لدينا 13 مستشفى في مدينة مكة والمشاعر، منها 3 مستشفيات في المشاعر ومستشفى متنقل يكون بالقرب من الحجيج في المواقع التي يتنقلون لها. هناك 6 مراكز صحية تعمل في المشاعر كذلك. لدينا 180 سيارة إسعاف من الهلال الأحمر. لدينا ممارس صحي مع كل 100 حاج يعمل بقرب منهم لضمان سلامتهم وضمان تطبيق الاحترازات. جيد. مع الوزير يمكن السؤال الأبرز أو الأهم، هل هناك أي حالات نادرة بين الحجيج؟ هل وجدتم أي حالات مرضية غير العادة؟ طبعاً من ناحية كوفيد لا يوجد أي حالة مرتبطة بالحج ولله الحمد. أما في الحالات المرضية الأخرى في حالات بسيطة وكلها يتم علاجها في المستشفيات المتوفرة في المشاعر أو غيرها. يعني إذا كان هناك بالنصيحة ممكن يعني تصل إلى الحاج أو إلى الموجود الآن في المشاعر المقدسة، ماذا تقولون أنتم وزير الصحة وأنتم على رأس هرم هذه الوزارة؟ طبعا أكيد تطبيق الاحترازات الصحية بدقة وبعناية كاملة لسلامة الجميع، وكذلك الابتعاد عن الشمس والجلوس في الشمس فترات طويلة حتى نضمن عدم وجود إجهاد حراري، الذي بالتأكيد دائما في كل حج نلاحظ مجموعة من الحالات ووجدنا بعض الحالات اليوم والحمد لله تم علاجها بالكامل. بالتأكيد دكتور، أن الجميع من يشاهدنا الآن ممتن لما تقدمونه وأنتم وزملائكم الممارسين الصحيين، فلهم منا ولكم الدعاء من هذا المكان الطاهر بأن يوفقكم ويسددكم ويعينكم بإذن الله. شكرا. وأنا فعلا أقول لدينا أبطال الصحة الممارسين الصحيين يقوموا بجهود جبارة من جميع القطاعات، فلهم مني كل الشكر والامتنان والتقدير. شكرا معالي الوزير على وقتك اللي اقتطعناه. شكرا.